اللي اعتزلت غرام مدينة لبكي. هيدا استمتعت فيها التصوير. شو بدي خبرك، كان وقت سعيد عن جد. مدري 3 أيام صورنا، أنا يمكن منا بهالثلاث أيام شي 2-3 ساعات كل يوم، بس كان عندي فرح، فرح ليوم الفرح عن جد. استمتعت وعم بعمله. هو اللي بيحزن كتير بالحياة واللي بيتألم كتير، وأكتر واحد بيعرف يفرح صدقيني انه بصير بيعرف قيمة ال... لا يعني مين اقنعك انك لقت تتحرري قليلا؟ ها؟ هي الغنية هي لها كم مضمون، مضمونة هيك فرح وغنية مبسوطة، هي الغنية مبسوطة يعني. وانا فت بجها هيك بهالبساطة، كنت حابة افرح وقدمت شي من قلبي وبآمن انه القلب بيوصل للناس وهذا صار.